السلام عليكم. من حوالي 3 4 ساعات قريت خبر اللي هو بيقول التفاصيل الكاملة لمحاولة انتحار منى عبد العزيز فتاة التيك توك. منى عبد العزيز دي لو احنا رجعنا للأحداث شوية، عندها 18 سنة، بنت صغيرة، هي مشهورة جدا على صفحة أو تطبيق التيك توك إنها بتعمل فيديوهات وبترقص وبتغني وبتعمل حاجة زي كده. منى عبد العزيز طلعت على الانستجرام من حوالي من امبارح اعتقد، وطلعت لايف وهي بتنتحر، وهي كده ماسكه موس وهتنتحر بايديها. لو رجعنا كده بلاي باك كده شويه للموضوع بتاع منى عبد العزيز، هنلاقي منى عبد العزيز دي في رمضان تحديدا من حوالي 8 شهور كانت طلع فيديو ليها. الفيديو ده كان محاوله اغتصابها هي أربع شباب تاني أو خمس شباب تاني، وبيعتدوا عليها جنسيا وبيضربوها بالأقلام واللعي وحاجات زي كده. الفيديو وقتها انتشر على وسائل السوشيال ميديا كلها، وقالوا مين هي منى عبد العزيز ومين البنت الصغيرة دي اللي هي عملت الحاجة دي كلها. الناس كلها عارفين إن منى عبد العزيز دي اللي هي بتغني وبترقص على التيك توك، وإن هي فتاة مبتذلة على التيك توك. ده الناس هي اللي بتقول كده، مش إحنا اللي بنقول كده. واللي إحنا بنشوفه برضو الحاجات اللي هي كانت بتعملها، هي بتلبس يعني اكتر حاجه لابسها كانت بتبقى لابسه قطعتين. وابتدى الموضوع يكبر خالص اول ما طلعت على الفيسبوك وطلعت على وسائل التواصل الاجتماعي واتكلمت، والفيديو ده بتاعها انتشر جدا. وقالت وقتها ان انا اعتدي عليا من قبل فلاني وفلاني وفلاني، وقالت الاسماء كلها من حوالي 8 شهور الكلام ده. وطلعت واتضربت، وكنا شايفينها في الفيديو وهي بتتضرب بالاقلام واقلاعي، وهي كانت بتلبس البنطلون كان حتى بتاعها كانت قلعاه وبتلبسه، واحد راح لطشها بالقلم. الموضوع ده عمل ضجة كبيرة قوي على السوشيال ميديا، كلنا كنا متنرفزين منه، كلنا كنا متضايقين منه. هي احنا بنشتم عليها، مجموعة معينة بتشتم عليها على وسائل التواصل الاجتماعي مين هي، وبتشتم عليها ان هي بتعمل حاجات مبتذلة وبتعمل 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 وبتعمل. ولكن في نفس الوقت برضو ما نرضى، ما يعني احنا محدش يرضى في حاجة زي كده ان هي تتضرب بالاقلام او يعتدى عليها جنسيا بالمنظر اللي احنا شفناه ده من 8 شهور الكلام ده. والفيديو دلوقتي لغاية دلوقتي موجود برضو على اليوتيوب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي كلها. هنرجع برضو شوية تاني للحاجات اللي هي كانت بتعملها منى عبد العزيز على التيك توك. كانت حاجات كلها كانت بتخلي الناس كلها تبقى متضايقه وقرفانه، ان يعني بس بتتفرج عليها. ما احنا كده مشكلتنا برضو كلنا، اللي احنا الحاجه اللي احنا ما بنحبهاش بنتفرج عليها اكتر على فكره، ده الطبيعي بتاعنا. في رمضان برضو تحديدا عشان برضو ما ننساش، في رمضان كانت هي الناس كلها كانت بتصوم، الفيديوهات كانت هي كانت بتطلعها على السوشيال ميديا وعلى تطبيق تيك توك تحديدا، ان هي كانت بتفطر. تقول انتوا كان عندكم رمضان انتوا بتفطروا بعد المغرب، واحنا عندنا رمضان لا احنا بنفطر دلوقتي قدام الناس كلها في الظهر. ده في رمضان على فكرة، غير الرقص غير الضحك غير الهزار غير. الموضوع بتاعها بعد ما كبر قوي اللي هو بتاع رمضان اللي فات اللي احنا كنا فيه من 8 شهور حوالي تقريبا او اكتر، وطلع الموضوع اللي هو بتاع الفيسبوك وانتشار الفيديو بتاعها وهي بتضرب وبيعتدى عليها جنسيا، وطلعت بعد كده في فيديو تاني قالت انا اغتصبت وحصل لي كذا وبالإكراه وي وي وي. المجتمع في الوقت ده ما سابهاش، النيابة العامة في وقتها اتحركت على طول ومسكت منى عبد العزيز، مسكتها ومسكت مجموعة الشباب اللي كانت معاها بعد ما هي طلعت اللايف بتاعها على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا وقالت أنا اغتصبت وحصل لي كذا وكذا وكذا وكذا. بعدها على طول المجتمع ما وقفش، محدش ينكر كده، بعدها على طول مسكوها ومسكوا الشباب اللي كانوا معاها. هي عشان سنها 18 سنة دخلت دور رعاية، النيابة أمرت وقتها إن هي تدخل دور رعاية اجتماعية، تأهيل اجتماعي تاني ليها، وخصوصا إن هي مش قاعدة في بيتها، أهلها كلهم سايبينها، أخوها ما بيكلمهاش، بنت صغيرة، بقت طريدة المجتمع اللي هي عايشة فيه للأسف. رجعت تاني بعد كده منى عبد العزيز حلقت شعرها، مع ان شعرها كان حلو قوي برضو، حلقته بعد الموضوع ده او قبله، حلقت شعرها، رجعت تاني بعد كده بعد ما اخلت النيابه سابلها وطلعت من دور الرعايه الاجتماعيه اللي كانت فيه اللي هي مرحله التاهيل النفسي ليها. رجعت تاني ورجعت تاني على التطبيق بتاع التيك توك.
هنا مش عارفين نقول ده مسؤولية مين، هل دي مسؤولية الأهل ولا مسؤولية المجتمع ولا مسؤولية المؤسسات ولا مسؤولية مين، مش عارفين والله. فاجأتنا بفيديو على السوشيال ميديا، الفيديو ده كان رهيب شوية. أنا عن نفسي واحد من الناس اللي أنا شفته، هي البنت فعلا مغلوبة على أمرها، يعني خلينا نكون واقعيين شوية أو نكون صراحة شوية، البنت مغلوبة على أمرها. طلعت على الانستجرام ماسكه موس ووثقت لحظه الانتحار بتاعها على البرنامج المشهور الانستجرام، تحديدا في الوقت ده قالت للناس كلها وهي بتتكلم: انا عايزه انتحر، انا بكرهكم وبكره المجتمع اللي انا فيه وبكرهكم كلكم، وحتى انا بكره نفسي، انا بحاول ان انا ارضيكم وارضي نفسي وارضي الناس والمجتمع ومحدش هموا بيا بأي حاجة، أنا بكرهكم. هي للأسف هي فعلا مش عارفة ترضي مين، هي مش عارفة ترضي نفسها ولا ترضي ربنا ولا ترضي المجتمع اللي هي عايشة فيه ولا يعني مش عارفة تعمل إيه. هي قالت وقتها وهي بتعمل كده أهو، قالت أنا مش معايا فلوس، أنا حتى دلوقتي جيبي ما فيهوش جنيه، مش عارف أصرف من فين، أنا بكرهكم. دخلت في نوبة هستيرية كبيرة، عشان ما نطولش على الموضوع، دخلت في نوبة هستيرية كبيرة قوي، عياط وبكا، ولغاية لما قطعت شرايينها. طيب هو في نقطتين انا هتكلم عليهم. النقطة الأولانية هي دي مسؤولية مين البنت دي؟ أهلها اللي سابنا ولا المجتمع اللي هو مرحمهاش ولا الشباب اللي هي ما رحمتهاش اللي هي مش متربية من الأهل بتوعهم ولا المجتمع اللي احنا فيه اللي احنا بنحكم على الناس بالظاهر، مش عارفين أي حاجة تاني، مش عارفين أي باك جراوند على الناس دي شكلها ايه ولا على مين ولا على المؤسسة نفسها ان المفروض ان هي ترعى الناس دي. منى عبد العزيز دي اللي هي البنت الصغيرة اللي هي عندها 18 سنة اللي هي منبوذة من المجتمع المصري كله والمجتمع العربي كله، هي بترقص وتطلع وبتعمل وتسوي. انا رايي فيها ماليش دعوه بحد، احنا خلاص احنا السوشيال ميديا ده اصبح ان احنا في ناس مع وناس ضد. انا شايف ان هي مسؤوليه المجتمع كله ومسؤوليه الاهل ومسؤوليه المؤسسات والمجتمع اللي احنا فيه. البنت دي المفروض كانت تبقى في مكان احسن من المكان اللي هي فيها دلوقتي، بدل ما تطلع ترقص على التيك توك او تطلع ترقص او تعمل او تسوي. اعتقد ان هي كانت ممكن تبقى حاجة احسن من كده بكتير، بس هو للأسف المجتمع ما رحمهاش. لما بنت زي كده تغتصب او يهدر حقها وتعتدى عليها جنسيا بالمنظر اللي احنا شفناه ده في رمضان، احنا ما بنقولش ان هي ملاك وما بنقولش ان هي ما بتعملش حاجة غلط، كل الحاجات اللي هي بتعملها زفت، ولكن هي ما لقيتش حد ان هو يقول لها انت بتعملي ايه وما بتعمليش ايه. لقيت واحد ان هو بياخدها بيجيب لها هديه، بياكلها، بيديها ميه، بيجيب لها حاجه ساقعه، بيعزمها، بيفسحها، بيوديها، اصبح هو الملاذ ليها. بعدها على طول كان الغرض بتاعه غير الغرض اللي هو بيعمله للاسف. منى دية وزيها كتير، مودة الادهم وقبلها وقبلها وقبلها، دول مسؤوليه المجتمع والاهل والمجتمع والمؤسسات. خلينا نكون صراحه يا جماعه، بلاش ننقد الناس، بسبب رأينا ده بتنهار دول وبسبب رأينا ده بتطلع دول. خلينا نكون منصفين، وخلينا لما ننقد حد ننقد النقد البناء اللي هو يفيدني بعد كده في يوم من الأيام أنا هعمل إيه وأقدر أعمل إيه علشان كنت. أنا رأيي من الناس إن اللي يقدر يساعد منا دي يساعدها، أنا معرفش بتساعد إزاي، هتوصل لأنهي مجتمع أو هتوصل لأنهي مؤسسة ويحاولوا إن هو يقيموها تاني. أنا شايف إن هي لما كانت في دور الرعاية الاجتماعية ليها في وقت التأهيل النفسي بتاعها كانت بنت زي العسل، بنت سكرة يعني 18 سنة مش كبيرة. لما تطلع بنت وتخش في نوبة بكا قدام الناس كلها، هي مش لاقي حد أصلا، هي مش لاقي حد أصلا تقول له أنا رايح أعمل كذا ولا ما أعملش كذا، مش لاقي حد. والله انا زعلان عليها ما اكذبش عليكم، انا زعلان ان بنت صغيره زي كده عندها 18 سنه وبتعمل في نفسها كده وحصل لها الحاجات دي كلها ومحدش من اهلها ولا حد من المجتمع بصص لها،
واحنا كلنا باصين على ان هي دور منحرفة جديدة هتطلع بعد كده للمجتمع. لا هي مش كده، هي الغلط في الناس، وهي غلط، هي طبعا غلطانة ده في المبدأ الأول، إن هي سابت أهلها أو أهلها سابوها، أو إن المجتمع، أنا بزهق ماليش دعوة بالحاجات دي كلها، اللي أنا بقول عليه كلمة واحدة، إحنا لازم نقف مع الناس اللي زي دي. ولو هي مش عايزة كده، لا بالغصب، لو الأهل مش موجودين المجتمع موجود بالغصب، ولو المجتمع مش موجود في ورا المجتمع حاجة اسمها مؤسسة، المؤسسات زي ما النيابة خليتها تدخل مركز تأهيل نفسي بعد تعرضها للاعتداء الجسدي والحاجات اللي هي حصلت لها قدام الناس كلها. السلام عليكم.